السلام عليكم، بدنا نبلش معاكم اليوم فيديو جديد من خطوة بخطوة، وهالمرة لجهاز كتير حلو اللي هو جهاز البلاي ستيشن 4 الفات اللي بيجي رقم موديله CUH 1155A. الجهاز اجانا ويعني المشكلة تبعته انه اول اشي صوت المراوح عالي جدا كان بالفترة الاخيرة، زائد في خطأ من المستخدم انه نقل الجهاز والاتش دي ام اي برضه مشبوكة. احنا دايما بنعيد وبنكرر لا تنقل الجهاز ومشبوك فيه اي اكسسوارز، عشان راح تضرر المداخل وتضرر الاكسسوارز. فاحنا راح نبلش فيه هلا نحل مشكله الاتش دي ام اي، المشكله تبعته، وبنفس الوقت نعمل له زي ما بيحكوها غسيل وكوي. طبعا انا هاي الانترو بسويها بعد ما اخلص الجهاز. فعليا احنا ما بدلنا المدخل بس حلينا مشكلته، كان في بعض الاسنان طالعه راجعه لورا من مكانها، فرجعناها في مكانها وسويناها بالشكل الصحيح وثبتناها بالسولدر ماسك عشان ما ترجع تصير هاي المشكلة مرة تانية. وفعليا لو كان في داعي نستبدل الفيشة كان استبدلناها، بس بنفس الوقت مع هذا الحكي كله عملنا غسيل وكوي للجهاز كامل. راح تشوفوا ايش في اوساخ جوا الجهاز وكيف حلينا مشكلته، وبدلنا له ثيرمال بيس وحطينا له كل اشي جديد. بتدعموا اللايك والشير، بتدعموا اللايك والشير، واللي بحب يدعمنا في تحت اشي اسمه تشكرات، مشكور على كل الاحوال. عليكم ورحمه الله وبركاته، بدنا نبلش معاكم بالبلاي ستيشن 4 فات. هاي اجتنا فيها مشكله بالاتش دي ام اي، وبنفس الوقت بدنا ننظفها. بنبلش فيها هلا خطوه بخطوه، نفرجيكم كيف طريقه العمل وكيف رح نشتغل عليها خطوه بخطوه. اول شيء زي ما الكل بيعرف، او مش الكل بيعرف حسب ما عنديش فكره عاد كيف الكل بالنسبه لهم، بدايه فكه الجهاز هذا من هاي الكفر من هون، نضغطه ضغطه خفيفه للخلف بيطلع معانا، بعديها بنحرره يمين يسار ببساطة، تطلع معنا بهذه الطريقة. هاي الكفر الأول بده يطلع معنا. طبعا الأوساخ حدث ولا حرج. أول شيء بنفك البرغي تبع الهاردسك اللي هو موجود هون، بنفكه بمفك مصلب عادي، يعني مفك مصلب صغير، مش يعني عادي إنه مفك مصلب أو عادي، لا مفك مصلب صغير. بعدها بنسحب الهاردسك بهذه الطريقة. طبعا حدث ولا حرج، يعني أنتم شايفين الوسخ كيف. طبعا هذا الحكي كله راح ننظفه، خليني ارتب القطع جنبي عشان ما يكون عندنا اي مشكله. طبعا بعد هيك شو بدي اسوي؟ بدي افك البرغي هاد عشان اطلع هاي الجهه من الكفر، تمام؟ وبعديها بدي افك البراغي اللي انتم شايفينها من هون، في تحت كيبل الورنتي هاد في برغي وهون في برغي، شايفين؟ في هون عند كيبل الورنتي هاد في برغي وهاد في برغي، فبدنا نفك هدول البرغيين. اول شيء طبعا في هون كمان برغي وفي هون كمان برغي، عشان يطلع معنا المذر بورد بدنا نفك في كل هاي الاشياء عشان ننظف الجهاز كامل. فهلا بدنا نبلش فيهم خطوه بخطوه عشان نفرجيكم كيف راح نفكهم، بس خليني اجيب المشرط عشان ما اضرر هدول، خليكم معي ثواني. زي ما انتم شايفين اللواصق هاي تنشال بهاي الطريقه، بدي افرجيكم انا كيف بشيلها بالمشرط من هون احد الزوايا، برفع طرفها. طبعا هو اوريدي راح يبين انه الجهاز مفكوك، لانه بتعرفوا ليبل الوارنتي تبع الشركه ببين فيه على طول. طبعا بعد ما ارفع طرفها من هون بالملقط بمسكها زي هيك وبرفعها، طبعا بلزقها هون لحد ما اخلص عشان ارجعها مكانها. بشيل اللي بعدها، هذول اللي هم ليبلات الوارنتي، بشيلها زي هيك بلزقها هون، شايفين وين؟ طبعا هذا الليبل ما عليه لاصق. في عنا هاد ستيكر لونه اسود بيجي بهذا المكان برضه، بده ينشال لانه في تحتي برغي، بس ما طلع معي من تحت، برفعه من فوق باي زاويه من الزوايا بطلعه، بعدها بالملقط بطلعه كامل بلزقه هون عشان ما يروح. بشيل الليبل الاخير زي ما انتم شايفين من هون، في كمان ليبل نشيله باللاصق من المشرط. اول اشي بنرفع طرفه، بعدين بالملقط بنحرره كامل عشان يطلع معانا بكل سهولة، شايفين كيف هيك طلع معانا، طلعناه بالمشرط كان اسهل لنا انه هو طلع، شايفين كيف مسكته بالمشرط وطلعته كامل. طبعا
طبعا بلزق اللواصق هون زي ما انتم شايفين، بحطها هون عشان ما تطير. في هذا اللاصق خربان بس بدنا نخليه، اللي هو اللاصق السفلي. هلا عشان اقدر افك مبدئيا هاي البراغي كلها بدها تنفك. هذا واحد اثنين ثلاثه السفليات، هذول عشان الكفر السفلي، وهاي عشان الكفر العلوي. طيب هلا بجي بفكه بالمفك اللي هو ال T8H، بيجي مفك نجمه وجواته في بن. بفكه بهاي الطريقه زي هيك، طلع معي البرغي كامل، بحطه على جنب. طبعا الاربع براغي هذول متشابهات، فبفكهم الايش الاربعه. بجي على المفك هاد هون بفكه، وهاد بفكه، بجي على هذا هون بفكه. هدول هم اكثر اشي مرات بغلب، لانه هدول براغي شوي ناعمة واماكنها محشورة. بعديها بنرجع الجهاز زي هيك عشان نكمل فك بالطريقة العادية. هلا بدنا نبلش نفك البراغي اللي موجودة بهذا المكان. هلا انا بفضل اللي ما فكها قبل هيك او اللي بحب يسهل على حاله، شو ممكن يسوي؟ ممكن يعلم اماكن البراغي. طب في داعي لتعليم اماكن البراغي؟ في بعض البراغي انه بدك تكون عارف انه هاي ما تركبه الا باخر مرحله، لانه في بلاستيكي هون معه، وهاي هون نفس الاشي. تمام؟ بعد هيك بتبلش تفك بكل بساطه. بنفك البراغي اللي هون، هلا بدنا نمشيها خطوه خطوه. بدنا نطلع البرغي هاد بنحطه على جنب. طبعا هذا البرغي شو لونه؟ ابيض. البراغي اللي من ورا شو كان لونها؟ اسود. فك هذا البرغي اللي هون. بما ان الفكينا البرغي اللي وراه معناته هذا الكفر لازم يطلع معنا. هلا هذا الكفر كيف بيطلع معنا؟ نسحبه للخلف شوي. طبعا بده سبيشال تولز، هذا بدك من قدام تحرره من هاي المنطقه، بعدها بيطلع عكسي من هون بنحرره شوي شوي. بتدخل السبيشال تولز هون بتحرره، شايفين كيف بلش يطلع الكفر؟ بعد ما بلش يطلع من هاي المنطقه من هون شو بنسوي؟ بنحرره من الخلف من هون، في كليك هون لازم تطلع، وبعديها بيطلع الكفر كامل. يعني هي بالاصبع مرات بتكون اريح، بس هي بدها بعد ما تسوي هاي هيك انت تضغط الى الخلف بتطلع معك بكل سهوله. في هون كليك، في من هون كليك كمان. انا بفضل اطلعها بالسبيشال تولز لانه في لها هون زاويه، شايفين كيف؟ هون في لها زاويه، بدي اطلع الزاوية هاي، بدي اكون مثبت الجهاز، شايفين كيف ماسكه بايدي عشان ما يوقع. بفتح هاي من هون بالسبيشال تول من هون بطلع، ضل في بن صغير هون ماسك ملقط، بدي اطلعه بس هو شوي بغلب. هاي المنطقة دائما شوي بتغلب لانها جاي كورنر، فهمتوا كيف؟ فلازم تضغط الكفر شوي عليها عشان تطلع معك. هلا اذا ما طلعت من هاي الجهة فيك تطلعها من الجنب الثاني من ورا. بطلع من هون بالسبيشال تولز من الخلف، شايفين كيف طلع من ورا؟ طلعوا، برفعه من هون هيك. هلا صار حر من من الامام ومن الخلف، برجعه شوي لورا عشان يطلع معاي من هاي الزاويه، شايفين كيف؟ تحريره بسيطه بيطلع معاك بكل سهوله. هو بغلب شوي لانه جاي حشر هذا، شايفين؟ بعد ما طلع من الزاويتين هدول بيطلع معاك بسهوله. هلا من هون هيك ضايل سن واحد ماسكه، دايما بغلب هذا، احنا بنسميه سن الغلبة، هذا اللي بيجي هون بالزاوية ورا. شايفين هي طلعت بس ايش؟ شايفين هيها طلعت هيك، بس بدك تضغطها لورا. ما شاء الله، شايفين؟ شايفين الوسخ؟ شايفين؟ هاد وسخ لازم كله يتنظف. هلا هذا الحكي كله راح ننظفه بمرحله التجميع. خلينا نكمل هلا نطلع المذر بورد من مكانها عشان نحل مشكله الاتش دي ام اي. هلا لما بدنا ننظف بدنا نفك كل شيء، مع فك كل شيء شو بدنا نسوي؟ بدنا نفك المروحه وننظف كل شيء من جوا. طيب هلا لوين وصلنا؟ وصلنا للمرحله هاي. هلا عشان تكون الامور صحيحه، اول شيء بدي انتبه لفيش المروحه، شايفين وين فيش المروحه؟ هذا بدي اطلعه بهاي المرحله عشان ما اتغلب بعد هيك. بطلعه بمسكه بالملقط من الخلف برفعه للاعلى هيك، شايفين كيف؟ هيك بطلع معي فيش المروحه.
هلا بعد هيك شو بدي اسوي؟ بدي افك كل البراغي اللي موجودة هون. في عندي برغيين تبعون الضواغط، ضواغط السي بي يو، بدي افكهم الاثنين. شايفين كيف؟ هلا في عندك خيارين، يا بتفكهم بهاي المرحلة او بتفكهم بعد ما تطلع الكفر البورد مع كل قطعة من تحت. بس انا بفضل فكهم هلا عشان يصير حر الحركة معك المذربورد. بنشيل هاي تعاكس ألمنيوم، بعديها بنبلش نفك البراغي لأنه في هون كوابل لازم تفكها أنت. في هون كوابل لازم تفكها، نبلش نفك بالبراغي تبعون الكفر. زي ما أنتم شايفين طبعا البراغي يعني مبين الجهاز لازم صيانة، مش بس مشكلة الـ HDMI، مبين الأوساخ. فرح ننظف كل هذا الحكي ونفرجيكو كيف راح نسويه. يعني هي زي ما بيحكوها حجة بحاجة اجت الفكرة، انه الـ HDMI صار فيه عليه مشكلة، بس هو فعليا الجهاز لازم صيانة. يعني انا يعني حرام علي اذا انا بسوي الـ HDMI وما بحل مشكلة الحرارة. يعني مبين الجهاز فيه ديناصور من جوا. هلا انتو هون شايفين انه مش كتير الغبرة، بس لما توصل المرحلة اللي فيها المروحة، احنا لانه فكيناه اكثر من مره الاجهزه زي هيك فاحنا حافظينها. فاذا كان الجهاز بدايته زي هيك معناته من تحت راح تشوفوا شو الوضع تبعه. هلا راح افرجيكم زي ما بيحكوها البوادر بتبين من اولها كيف بتبين معانا. احنا طلعوا هون مبين من هاي المنطقه، تمام. هلا برفع الكفر الالمنيوم هذا، بس برفعه بهدوء بحنيه. طبعا ما راح يرتفع معي لانه في برغيين، فبخليه زي ما هو. ببلش بالكفر العكسي عشان يطلع معي. هذا الكفر العكسي بيطلع من هاي الجهة، شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ من هون ومن هون بطلع من اليمين اليسار، بيطلع معي الكفر كامل، بيطلع معي بهاي الطريقة. شايفين كيف؟ شفتوا شو اللي بحكي عنه؟ واو، شايفين الوسخ؟ شايفين المروحة؟ هذا مش وسخ، لا لا ابدا، هذا بس وسخ، تمام. طيب نحط هذا على جنب، بنبلش نفك بالباور سبلاي. هلا لما اجي ابدا افك الباور سبلاي في عندي ثلاث نقاط مهمة جدا لازم انتبه لها. اول شيء في عندي كيبل الباور من هون او من تحت، فيك تفكه من هون فيك تفكه من تحت، انا بفضل فكته من تحت. هلا شو باجي بفك؟ بفك اربع براغي، خمسة فعليا. واحد هون نجمة عليه سهم، شايفين السهم؟ واحد هون، طبعا هدول براغي قصار. واحد هون، هدول براغي قصار نجمة، تمام. وفي عندي برغيين مصلبات بيجي عليهم قطع الصاج اللي هم الشصي. فك واحد من هون مع الشصي تبعه، بطلعه كامل، خليني احرره عشان يطلع معي. يلا يا حبيبي، يلا يا دنايا، شايفين كيف طلع؟ بعديها بطلع الصاجة هاي بهدوء، بحطها على جنب، باجي بفك الثاني عشان اطلع الباور سبلاي، بطلع الصاجة تبعته زي ما انتم شايفين. هيك شو ضل ماسك الباور سبلاي؟ ضل الفيش الغز اللي هون والفيش السفلي. فلما بدي ارفعه برفعه بزاوية، اول اشي برفع هيك وبعدين بلفه. فبلش من هون من اليمين اليسار، بلجي من هون، شايفين من عند الفيش، بحط اصبعي هون تحت عند الفيش برفعه، شايفين كيف طلع لفوق عمودي. بعد ما ارفعه هيك بلفه عشان الفيش اللي موجود هون، شايفينه؟ هدول البنين اللي احنا بنحكي عنهم. هلا الفيش هذا بمسكه هون هيك بالملقط، شايفين كيف؟ من ورا من عند رجليه زي هيك، وبرفعه يمين يسار. بس انا بفضل مسكته بالايد لانه الايد بتكون احن عليه لانه بده ينسحب، بس بدك تسحبه عمودي مش بميلان. شايفين كيف طلع؟ هيك احنا طلعنا الباور سبلاي، بنحطه على جنب لانه بدنا ننظفه زي ما انتم شايفين مع ضمن القطع اللي بدها تتنظف. طيب عشان نكمل فك هون، شايفين شو في عندي؟ هذا البرغي شايفينه الاسود هو اللي منعني من فك ايش؟ من فك الكفر العلوي لانه ممسوك هذا حديد بحديد. طيب انا عشان اكمل تنظيف واطلع المذر بورد زي ما حكيت انا في فيش، شايفين؟ في هون فيشة انتينا، فانا بدي افك فيشة الانتينا هاي، شايفين كيف؟ بالملقط. طريقة فك فيش الانتينا بالملقط، بمسكها من الخلف وبحركها تطلع معي، بعدين بسلكه زي ما انتم شايفين،
شايفين؟ هاي بسلكه من هون، وفي عندي كيبلين تبعون السيدروم، شايفينهم؟ في عندي الكيبل تبع الداتا وكيبل الباور. هلا كيبل الباور بمسكه هيك من خلفه من عند رجليه، شايفين كيف؟ خليني اقرب لكم اياه قدامكم عشان يكون اوضح. هات بحركه يمين يسار زي هيك، شايفين هاي الطرف الاول وهي الطرف الثاني. طبعا هو في له هون زي حاضنه تمسك الكيبل ورا، فبدي اسلكه منها، شايفين كيف؟ في حاضنه صغيره شايفينها، وفي هون حاضنه للكيبل هاتش، هذا الكيبل هي يتحرر كيبل الواي فاي، وهذا الكيبل في له حاضنه. هلا انا بدي احرره عشان انظف، بس هو فيش داعي انك تحرره، يعني انت بدك تحرره او ما بدك زي ما بدك. شايفين كيف؟ هي طلع لورا. هلا هذا الفيش كيف بنفك؟ باجي شو بسوي؟ بضغط على الطرف هاد من هون، خليني اوضح لكم اياها. باجي يعني هلا طريقه فكه عشان تكونوا عارفين، بضغط هون على اللوك وبعديها بسحب الكيبل للخلف، شايفين كيف؟ بضغط على اللوك وبسحب الكيبل للخلف، هيك انا فصلت السدروم. ضل بس البراغي اللي ماسك السدروم، بعديها السدروم كامل بيطلع من مكانه. خليني افرجيكم كيف بيطلع السدروم من مكانه، لانه مع الوضع اللي انا شايفه هاد لازم افك كل شيء وانظف كل شيء. طيب البراغي اللي ضلت ماسك السدروم، 1 2 3، وفي برغ صغير هون بدك تفكه، تمام؟ طبعا احنا بدنا نشيل السدروم لانه بدنا ننظف كل شيء، يعني مش معقول يرجع الجهاز زي ما انتم شايفين. هيك هاي البرغ الثالث، بعد ما فكينا الثلاث براغي فينا نرفع الانتينا تبعت الواي فاي ونشيلها عشان ننظفها على جنب، شايفينها كيف تطلع الانتينا. بعديها في عنا ضل برغي واحد ماسك السدروم من هون، هيو بدنا نفكه. هذا برغي بلاستيك بدك تدير بالك يكون ناعم، حطه على جنب، حطه مع البراغي نفسهم. هيك شايفين السدروم بتحرر، مش ضايل اشي ماسكه، ضايل برغي واحد هيو، شايفين كيف؟ هيك ما ضل اشي ماسك السدروم. لازم يطلع معنا هلا السدروم، بس ايش تأكد لانه في اوساخ، بديش تكون الاوساخ هي اللي ماسكاه. طيب خليكم معي ثواني، انا بدي اتاكد ايش البراغي اللي ماسكاه. طيب هلا مبدئيا خليه السدروم، هذا السدروم جاي عكسي، تمام هلا بنطلعه ما في مشكله. طيب هلا عشان نطلع المذر بورد وبعديها نرجع لباقي الاشياء، نقلب الجهاز ونحط ايدنا ورا المذر بورد، بس الاهم من هذا الحكي تكون فاكك هذا البرغي، هذا البرغي مهم جدا انك تكون فاكه عشان يطلع معك المذر بورد. طبعا هذا البرغي شوي ناشف لانه حديد على حديد، بدك ما تنسى تركبه مره ثانيه لما تيجي تجمع. هيك شايفين كيف بيطلع معنا الشاصي الالمنيوم. طبعا الجهاز انا ما في داعي احكي بخصوص الغبر اللي موجودة عليه، بس واضحة، تمام؟ هلا شايفين المذر بورد هيك صارت حرة، شايفين هاي المذر بورد طلعت من مكانها. ومشكلتنا احنا هون عند الاتش دي ام اي، شايفين اسنان الاتش دي ام اي كيف راجع لورا، مبين معاكم الاسنان. فبدنا نشوف اذا بنقدر نحل مشكلتهم، اوكي ما بنقدر بدنا نستبدل هاي الفيشة. هلا تحت الميكروسكوب راح نسوي هذا الحكي كله، بس نبلش بالمذر بورد. نحط المذر بورد هلا على جنب وبنبلش نفك باقي البراغي اللي بتسمح لنا عشان ننظف المكان هذا كامل. طبعا عشان ما ننسى بدك تعلم بعض الاماكن، هون 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 في براغي صغيره بدك تكون عارف انه انت لما تفكها بدك ترجع تركبها. طبعا براغي مصلب، 1 2 3، طبعا بدك تكون عارف انه لما تفكها كيف بدك تركبها، فحطهم بطريقه يعني البراغي حطها بطريقه الترتيب انه تقدر تعرف ايش اللي انفك وايش اللي ما انفك. طبعا هو هيك فيش اشي ضل ماسك فيه، بس في هون اللوك البلاستيك هذا بدي اطلعه زي هيك طبعا عشان يطلع معي. طبعا الموضوع كامل بفكته طلعوا، هذا لازمه تنظيف ولا ما لازمه؟ يعني في قدام هون موكيت، اذا يعني انتم شايفين في موكيت، طلعوا في موكيت قدامه لازم يتنظف كامل. بنحطه هلا على جنب، وهلا كله مره واحده بننظفه بالبلور وبنغير له الثيرمال بيس
نغير له كل شيء. ضل في هون هلا زي ما انتم شايفين في هون صاجه صغيره بدي ارفعها عشان اقدر اطلع المروحه. وبعديها المروحه في عندي برغيين، هاي برغي وهي برغي، هيك بيطلع معي الفراش تبع المروحه. شايفين؟ يعني واضح، ما بدها حكي كثير، الجهاز استعمال 6 سنين، يعني واضح شو الوسخ اللي جوا. بنحط هاي على جنب. شو ضل عندنا هون؟ بده فك، ضل عندنا السدروم. برايكم في داعي نطلعه؟ انا بقول لا ما في داعي، ليش؟ لانه ما بدي ادخل وسخ هذا جوا، فانا هون شو بسوي؟ بنظف بفرشاي من غير بلور. بنظف بفرشاي من غير بلور، لانه ما بدي اضرر السدروم واطلعه من مكانه. عشان انتم بتعرفوا العدسه تبعت البلاي ستيشن اذا صار عليها اوساخ حدث ولا حرج. فخليني انفخ تنفيخه سريعه بالبلور وارجع لكم افرجيكم كيف التنظيف بيصير. بنبلش معاكم بصيانه الاتش دي ام اي بورد. زي ما انتم شايفين الاتش دي ام اي بورد، سامحوني على صوتي بس لانه شوي صوتي تعبان. هلا زي ما انتم شايفين في سنان، شايفينها راجعه من مكانها، هاي بدنا نرجع ندخلها في مكانها هون لانها مش في مكانها. طبعا انا بصور بطريقتين، بصور بالموبايل وبصور بالمايكروسكوب. رح احط لكم الصورتين جنب بعض، رح تشوفوهم هلا باللحظه هاي كيف رح نرجع هدول الرجلين ونتاكد انهم امورهم تمام. اول شيء بنرجع هاي لجوا في مكانها، رجع هاي لجوا في مكانها، زائد هاي شايفينها كيف طاجه، شايفين كيف بترجع 100% بمكانها. شايفين اسنان؟ يعني من غير مايكروسكوب بصير الموضوع كتير صعب. هلا هاي الرجلين بدنا نتاكد منها كلها، وبنفس الوقت بدنا نثبتها عشان ما ترجع يصير فيها نفس الشيء مره ثانيه. هلا شايفين كيف الرجلين كلها رجعت 100% بمكانها. هلا هذه هون عشان نثبتها بنقدر نحط عليها سولدر ماسك، شايفين كيف؟ بدنا نتاكد من الرجلين من تحت هل فيها مشكله ولا امورها تمام. طبعا نضغط على هاي بنتاكد انهم قعدوا 100% بمكانهم. زي ما انتم شايفين بنعدلهم 100% لانه كان في استخدام غير عادل على هذا الجهاز، فبدنا نرجع نتاكد من كل الرجلين. هلا عندي حل من اثنين، يا اما ببدل المدخل كامل او بعمل هاي الحركه، فهمتوا كيف؟ هلا بالحالتين راح يشتغل 100% وان شاء الله ما عندنا اي مشكله. المهم انها تكون السنان كلها سليمه وفي مكانها. شايفين كيف السنان عم ترجع في مكانها؟ انها كلها طالعه من مكانها، شايفين كيف؟ شايفين كيف؟ هيك رجعت كل اسنان في مكانها. طيب بعد ما رجعت اسنان في مكانها لازم اتاكد من اشي تاني، اللي هو هل السنان هاي من تحت من عند الحام، شايفين عند الحام، هل مكسوره ولا ثابته، بدها الحام مره ثانيه او لا. يعني انا شايف انه كلها ثابته بس كاينه شو صاير فيها، متحركه من وين؟ من عند ال شايفين كل اسنان ثابته، فيش اشي مكسور من جهه البورد، شايفين كلها ثابته. يعني بحاول احركهم سن سن تحت الميكروسكوب زي ما انتم شايفين وكلهم ثابتين، معناته بس علي اثبت هاي المنطقه من هون وهيك بنكون خلصنا بهذا المدخل. طيب شو افضل طريقه؟ زي ما انا حكيت افضل ماده ممكن استخدمها لهذا الموضوع اللي هي السولدر ماسك. هلا طريقه حط السولدر ماسك شويه بده يكون حذر الواحد، فبده يحطها بطريقه، يعني بدنا نحط هون شوية سولدر ماسك. شايفين أنا بالسترنج قاعد بضغط عشان أنزل سولدر ماسك بهذا المكان. شايفين هي بلش ينزل السولدر ماسك. بدي أحط طبقة بسيطة من السولدر ماسك وأنشفها بإيش؟ باليو في لايت. خليني اتاكد لانه الي فتره مش بستخدم سولدر ماسك، فهو شوي ناشف فبده شوي ضغط زياده، بس عادي ما في مشكله، الامور طيبه ان شاء الله. احنا كل اللي بدنا اياهم نقاط بسيطه جدا، نحطها هون، نعمل هاي هيك كلها طبقه من السولدر ماسك. هلا السولدر ماسك بتعرفوا انتو عازل وبنفس الوقت بيثبت. شايفين كيف؟ بتغطيه طبقة بسيطة جدا من السولدر ماسك. خلي الرجلين هاي كلها جزء واحد عشان ما يرجع يتكرر اللي صار مرة ثانية. شايفين كيف؟
يعني تهيألي واضحة معك شو اللي عم بعمله أنا. السولدر ماسك، بس خليني أطلع نقطة شوي أكبر وزعها بعد هيك. انتو شايفين هيك بحط سولدر ماسك انا لرجلين. بس طبعا الموضوع مش سهل ابدا لما تشتغل تحت الميكروسكوب. هلا انا بهمني الطبقة هاي تدخل في هذا المكان زي ما انتو شايفين، وبعديها ببلش اجففها. يعني هذا السولدر ماسك بعد ما حطيته بدي انزله زي هيك، شايفين كيف؟ اوزعه بهاي الطريقة، اوزعه على كل الرجلين عشان ما تغلبنا بعد هيك، شايفين كيف؟ طبقة بسيطة جدا في هذا المكان هيك. لا هو طبعا بتغلغل بدخل جوا، بعطيها كمان طبقة بسيطة عشان اكون ايش متأكد انه ما راح يصير عندي مشاكل بعد هيك. انا بحط نقطة وبعدين بوزعها. السولدر ماسك زي ما انتو شفتوا مش سهل توزيعه، أنا بدي جزء يجي هون بهذا المكان جنبهم، بعدين أمشي الباقي على باقي الرجلين زي ما أنتم شايفين. هيك شايفين، هيك أنا بكون ثبت الرجلين في بعضها. طبعاً أنا بدي أثبتهم من جهة الفيش مش من جهة البورد، بدها طولة بال، بدنا جزء صغير هون بهاي الزاوية. شايفين كيف؟ يعني أنا بدي أعمل طلاء بسيط زي ما أنتم شايفين، هيك بتكون كلها صارت قطعة واحدة مع بعضها، عشان اكون متاكد انه مش راح يتكرر هذا الموضوع مره ثانيه. شايفين بس الزوايا بحط لها نقطه زياده هيك، شايفين كيف السولدر ماسك صار مغطي كل الرجلين. هيك خلصنا من السولدر ماسك. طب عشان السولدر ماسك يمسك شو بده؟ بده يو في لايت. خليكم معي ثواني عشان افتح اليو في لايت واثبته عليها. يو في لايت بتعرفوه طبعا، هذا اليو في لايت. طب عشان اساعد اليو في لايت بانه يثبت بشكل اسرع بعطيه شوية حرارة. هلا هو بده 30 ثانية زي ما انتم شايفين هيك، عشان اساعده بعطيه شوية حرارة عشان اساعد اليو في لايت. بحط الهيت جن شوية حرارة هون في هذا المكان زي ما انتم شايفين مع اليو في لايت. هيك خلال لحظات بنشف 100% الفيش وبكون كل اموره 100%. شايفين كيف عم بيثبت؟ يعني تهيأ لي الحرارة هاي كفاية. شايفين كيف لونه صار؟ خليني أبعد اليو في لايت. شايفين كيف صار؟ شايفين كيف صار؟ خليني أفرجيكم إياها بالملقط. طلعوا هاي المنطقة صارت ثابتة، بس هي لسه بدها يو في لايت كمان، خلينا نعطيها وقتها. بس لازم اليو في لايت زي ما أنتم عارفين لازم يكون ثابت عليها، بدها 30 ثانية
مع حراره، بس احنا لما بدنا اياها تثبت وحاطين طبقه شوي سميكه فبدها شويه وقت اضافي، فبدنا نعطيها وقتها عشان تنشف، وبنفس الوقت بدنا نعطيها شويه حراره. ثبت اليو في لايت عليها، وانتم تسامحوني اليو في لايت لازم اكون مغطيها عشان هيك، عشان مش قادر اعطيكم الصورة، بس الامور ان شاء الله طيبة. شوفوا هلا هيك بعد ما خلصنا من اليو في لايت، خليني افرجيكم كيف صارت من هون. شايفين قبل شوي حطينا الملقط هون كانت طرية، شايفين كيف صارت تتحرك معنا. خليني افرجيكم اكس 2 زوم عشان تشوفوا شو اللي بقصده. شايفين كيف صارت كلها مطلية؟ شايفين كيف؟ بدي افرجيكم رجلين، شايفين؟ هيك انا بكون متأكد 100% انه كل اموري تمام. هيك الفيش تبعي انحلت مشكلته، والسنان اللي كانت ترجع خلص انحلت مشكلتها. هيك انا بكون مطمن. هلا بدي اجمع الجهاز وبعد ما نظفته واقول له يعطيك العافيه يا جهاز، وبدنا نشتغل في جهاز تاني. تمام، خليكم معي بس احول على طاوله الصيانه، على طاوله التجميع، عشان نفرجيكم كيف راح نجمع الجهاز خطوه بخطوه. تمام، هيك بعد ما حلينا مشكله المذر بورد نبلش العمليه بالعكس. زي ما انتم شايفين نظفنا كل شيء وبدنا نرجع كل شيء مكانه. بدنا ننساش اول شيء نحط الصاجه تبعت الشاصي تبعت اليو اس بيات، هاي بتتركب بهاي الطريقة. طبعا هاي بتتركب متى؟ بعد ما تركب المروحة. أول إشي بدنا نركبه هون المروحة، وما ننسى نحط البراغي تبعون المروحة. في ناس كتير تيجي بتجمع وبتنسى براغي المروحة. في عنا هون برغي تنين عليهم سهم، البرغي الثالث من خلال القطعة اللي فوقيها لازم يركب، مش من هون مباشرة. فبركب أول برغي، تمام، براغي مصلب صغيرة ناعمة. بركب البرغي الثاني. طبعا عندك تكون عارف انه انت في عندك ترتيب او اورجنايز او طريقه معينه لا تركيب البراغي وفكها، عشان تعرف شو البراغي المناسبه لكل مكان في جوا الجهاز. وبعديها بنحط قطعه الشاصي زي ما انتم شفتوا قبل شوي كنا بنركبها، بس لازم تركب هاي بعد. شايفين هاي بتعمل شاصي ما بين البورد وما بين القطعه الثانيه. هلا شو بدنا نسوي؟ بدنا نركب القطعه الالمنيوم اللي هي المبرد. زي ما انتم شفتوا هاي كانت من هون عليها ديناصورات، شايفين كيف صارت في المعلمة؟ هلا هاي بنحطها بهاي الطريقة هون هيك، بدنا نتأكد انه الكيبل ورا كيبل بدنا نكون رافعينه، ونقعد هاي هون في مكانها، في لها بن طبعا بسنترها شايفينه؟ هيك بتقعد في مكانها، هاي في بنين، بن هون، بن هون، سنترها. ما ننسى الثلاث براغي السفليات، حكينا في تحت المذر بورد، قبل ما ينحط المذر بورد في ثلاث براغي بيثبتوا، هي واحد. عشان هيك أنا بقول مرات علم أماكن البراغي عشان ما تنساها. تنين طبعا هو في عليهم سهم، بس انت لاول مره بتكون فاكك، احنا حافظينهم بس انت لاول مره بتكون فاكك ممكن تنساهم. تمام، هلا بهي المرحله شو بدنا نسوي؟ بدنا نمسح الثيرمال بيس ونحط ثيرمال بيس جديد. بدنا نمسح الثيرمال بيس عن الهيت سينك او المبرد او المبادل الحراري، شايفينه كيف محجر، ونحط ثيرمال بيس جديد. هذا هيك محجر، شايفينه كيف خربان. انا حبيت امسحه مع التصوير عشان تشوفوه، شوفوا كيف وضعه. نمسح هاي المنطقه اول اشي مسح عادي، بعديها بنمسحها مع نقطه سبيرتو، نحط نقطه سبيرتو على الفاينه، وبنمسح هذا المكان عشان نشيل اي اشي ضل يمنع التبريد وبعمل عزل. تمام، هلا بعد هيك بنحط هذا كله على جنب، وبننظف المعالج نفسه. المعالج نفسه هذا لازم ينمسح كمان، فبنيجي بنمسحه بالفاين، شايفين كيف محجر؟ هذا هيك 100% خربان، طلع طلع كيف محجر، مش عم بيطلع. فانت الاماكن هاي اللي هون شايفين، طلعوا طلعوا اكيد خربان هيك، شايفين؟ طلعوا كيف محجر.
طبعا بعد ما اسويه هيك بدي انظف هذا الوسخ كله، اطلعه عن البورد عشان انا ما بدي اياه يضل على البورد، هذا كله بده يطلع برا. شايفين بالفرشاي بنظف كامل، وبعديها بعطيها المسحه الاخيره، بدي اياه يلمع لمع، وبنفس الوقت ما بدي اطير الثيرمال بادز تبعون الرماد. تمام، بعد ما امسحها هيك بمسحها بنقطه سبيرتو عشان اخليها تلمع لمع، نقطه سبيرتو بحطها هون وبمسح فيها، عين على سبيرتو الاصوات اللي بعملها تصير تلمع لمع. شايفينها كيف؟ بعدها اي غبار بطلعه بالفرشه. هيك جاهز عشان احط عليه الثيرمال بيس. هلا هذا طريقه حط الثيرمال بيس تبعته شوي مختلفه، خليكم معي ثواني اجيب الثيرمال بيس وافرجيكم كيف بنحط. انا لكم هلا طريقه حط الثيرمال بيس، بنحط الثيرمال بيس على المعالج نفسه على البورد، بنحطه بهاي الطريقه، بنحط اول شيء نقطه زي هيك، بعدين بنبلش نوزعها. شايفين الفرق ما بين الثيرمال بيس اللي كان موجود والثيرمال بيس اللي عم بحطه؟ طبعا بصير اوزعها بحركه دورانيه، واذا في بليد بكون افضل عشان اوزع في كل مكان. شايفين كيف بطليها كامله بطبقه بسيطه جدا من الثيرمال بيس، خلي كل مكان مخبى، ما بدي احط زياده، هاي طبقه كثير ممتازه. هلا هاي كيف بحطها على المكان تبعها؟ بكل بساطه ببعد الاوساخ هاي اول شيء، بخلي البورد زي ما هو هيك قدامي، بحطه على جنب، بجيب الشاسي زي هيك، وبعمل اسقاط. شايفين هذا هيك بدي اعمل له اسقاط، هذا بده يلتف زي هيك، وادخل من عند الفيش. شايفين عند الفيش هلا في سناتر له، فانا بدي اكون عارف. شايفين هاي اول سنتر هون، واتاكد انه الفيش برا، لاحظوا السنتر، هاي في سنتر هون وفي سنتر هون، فانا لما احطهم هذول الاثنين وما بضغط بهاي المنطقه، مين بتركه هون يضغط؟ المبادل المبادل. بعد ما حطينا المذر بورد حكينا ما بنضغط عليه، بنخلي قطعه الصاج هي اللي تضغط. باجي بحط الصاجه هاي هون، لاحظوا في هون بن، شايفين في بن هون وبن هون بسنتروها. بعد هدول البنين شو بعمل؟ بحط الضاغط، الضاغط تبع المعالج، ولاحظوا بدك تنتبه هون انه الاسنان ما تنط. بركب هون اول برغي، تمام، برجع لورا، بعدين بشد سنين ثلاثة، بوقف، بركب البرغي الثاني عشان ما اتغلب، بركب هيك، برجع لورا سنين، بتأكد انه اخذ مكانه. لاحظوا بتأكد الاربع صاجات في مكانها لانه هدول صاجات عكسيات، ببلش اشد يمين شوي شمال شوي يمين شوي شمال شوي لحد ما يسكر معي السن على الاخر، يمين شوي لحد ما يسكر، بعدين شمال شوي هيك سكر معي. هلا شو بسوي مباشرة بعد هاي الحركة؟ شو بعمل؟ باجي بقلب الجهاز زي هيك، ما قلبناه ما ننسى البرغي اللي انا حكيت عنه اللي هو البرغي الاسود الناعم، هذا بده يركب في هذا المكان. شايفين وين طلعوا؟ هذا بده يركب هون، في له مكان راح يركب ما بين قطعة الحديد اللي فوق قطعة الحديد اللي تحت. شايفين وين مكانه؟ هون. هلا بعد ما وصلنا لهي المرحلة شو بسوي؟ ببلش ارجع الكوابل. اول كيبل بدي ارجعه اللي هو كيبل الداتا تبع السيدروم. هلا هذا انا لما جيت فكيته كبست على الضغط من ورا من هون وبعدين سحبته. هلا لما بدي ارجعه الضغط اوتوماتيكي، لاحظوا بيركب لحاله، سمعتوا التك؟ رجع في مكانه. طيب ما ننسى طبعا، ما ننسى اللي هو كيبل الانتينا، بدنا نركبه بمكانه. كيبل الانتينا بيجي هون هيك بهذا المكان زي ما انتم شايفين، هاي قاعدته، بقعد زي هيك هون. بدنا نركب كمان البراغي تبعون السيدروم اللي فكيناهم لانه ما في لهم داعي انهم ينفكوا. براغي السيدروم كان في واحد هون واحد هون فوق الواي فاي هون هيك، واحد هون. طبعا ما ننسى البرغي الصغير السحري اللي هو بيجمع الشاصيين في بعض اللي هو بيجي في هذا المكان. شايفين وين؟ هاد هون. هلا بعديها بجي على الواي فاي هذا، برجع بدخله بدككه في مكانه، في له مجرى هون بدخله فيه، وبعديها باجي من هون. لاحظوا بدي ابعد هذا الكيبل، كان جاي كيبل الواي فاي من هون هيك، في له ملقط، وبعدين في ملقط ثاني هون، وبعدين بجي هون بحطه في مكانه وبضغط عليه، بكبسه هيك في مكانه
بعدين بضغط عليه، سمعته التك هيك، ركب 100% بمكانه كيبل الواي فاي. اهم شيء انه دخله في المجرى تبعه. طيب شو ضل عندنا؟ ضل عندنا كيبل الباور تبع السيدروم، بدخل الكيبل في مكانه من مجراه، وبعدين بمسك الكيبل من الخلف هيك من عند رجليه وبسنتره دغري، وبعدين بضغط عليه يمين يسار. طبعا بحط ايدي ورا المذر بورد عشان افرجيكم، انا طبعا عامله بزاويه عشان افرجيكم. هيك كيبل الباور والداتا تبعون السيدروم رجعوا، وكيبل اللهم صل على سيدنا محمد الواي فاي ركب في مكانه، ضل كيبل الباور تبع الباور سبلاي والفيش تبعه. طيب هلا بهاي المرحله احنا شو بنسوي؟ هلا بنجيب الباور سبلاي، هلا بنجيبه بزاويه زي هيك، زي هيك 45، زاويه 45. باجي من ورا بمسك بالملقط الفيش تبعه بسنتره، وبعدين بكبسه في مكانه هيك من الخلف، وبعديها بجيب الباور كامل برجعه وبسنتر الفيش تبعه. في هون زي بنين بدهم يدخل جوا الباور سبلاي، بعد ما يتسنتر فيشه بكبسه يمين يسار. شايفين كيف كبس؟ هلا ببلش ارجع البراغي تبعته. طبعا عشان ما اتغلب باجي هون، شايفين هذا الكيبل؟ بدي ارجع اكبسه في مكانه يدخل جوا، ما بدي اياه يضل برا، بدي اياه يضل جوا. بدك تدير بالك هذا عشان لما تيجي تجمع الشصي ما يغلبك، تمام؟ هلا ببلش ارجع البراغي تبعون الباور سبلاي. طبعا بنبلش بالبرغيين تبعون العواكس او الصاجات الشصي، هاي هون واحدة وهون واحدة، بعديها بركب عليها برغيين طوال مصلب، بنركب اليمين، بعديها بنركب اليسار، وبعديها بنركب الثلاث براغي اللي هم التي 8 اللي هم بيجوا واحد هون على الاسهم. طبعا براغي البلاستيك بدك ترجع سن لورا عشان يكون البرغي دغري ما يلف معك بالعكس، واحد هون واحد هون. هيك بنكون خلصنا من هاي الجهة، واجا دور نركب الكفر النهائي تبع هاي المنطقة ونشتغل بالجهة الثانية. طبعا لما اجي اركب الكفر هذا بدي انتبه للصاجة تبعت كبسة الجكت والصاجة تبعت كبسة الباور. طيب هذا كيف بتركب؟ شوفوا كيف بجيبه زي هيك، شايفين كيف؟ زي هيك، وبسنتر الفيش المدخل من هون، وبعدين بكبسه من هون هيك. الكفر السفلي ركب 100%. بقلب الجهاز وبكمل تجميع في المنطقة العلوية. طيب شو ضل عندي هون براغي؟ ضل عندي بكل بساطة أول إشي نقطة كتير مهمة اوعى تنساها، طريقة تركيب كيبل المروحة تبعت الايش؟ الفان. بمسكها هيك من الخلف، وبعدين باجي باعدها في مكانها، وبعدين بضغط عليها بأي شيء. شوفوا كيف كبست في مكانها هيك، ركبت 100% كيبل المروحة. بعديها ببلش ايش اركب؟ البراغي تبعون الشصي الالمنيوم هذا، طبعا حدث ولا حرج، سوني مشتركة براغي. كل برغي عليه اشارة بركبه ما عدا هذا، لانه هذا رح يركب من خلال البلاستيك اللي من الجهة الاخرى رح يركب. طبعا برجع سن لورا وبعدين بركب، سن لورا وبعدين بركب. ليش؟ عشان هاي البراغي كلها سن خشن تركب على بلاستيك، فما بدي اياها تحفر سن جديد، بدي اياها تركب في مكانها، تمام؟ طبعا برغيين الباور سبلاي اللي شفتوهم الطوال، هي واحد منهم، شوفوا وين ببرز، وهي الثاني، والبرغي الاسود هيو هون شايفينه، فبيجمع الجهاز كله في بعضه، الجهاز كله بنجمع في بعضه عن طريق البراغي هاي. طبعا كنت سامحوني من الريفليكشن تبع الصوره لانه كفر الومنيوم، فيعني طبيعي مع الاناره يعمل انعكاس. بركب البرغي اللي موجود هون، هديها في عنا هون، تمام. شو ضل عنا براغي؟ ضل عنا ثلاث براغي، واحد هون وواحد هون، في هون برغي بده يركب، في عنا هون برغي بده يركب. هلا قبل ما اجمع القطعه الاخيره بتاكد كم برغي وين اماكنهم. لاحظوا هاي البرغي هاد وهي البرغي هاد، عشان ما اجي اركبهم وبعدين اضطر ارجع افك مره ثانيه. طلعوا كيف طبعا نظفناها. هلا هاي كيف تركب؟ ببلش من الزاويه هاي، بدخل الزاويه هاي هون هيك، شايفين سنترت، وباجي هون على الزاويه الثانيه، او اذا بدي اسهل على حالي بدخلها من هون من الخلف، تمام، وبعدين بكبسها من هون.
تك تك، هي واحدة تنتين ثلاثة هيك ركب 100%. هلا ببلش اركب البرغيين اللي ضلوا. هاي برغي، هاي برغي، وهاي برغي. هيك خلصت كل البراغي اللي هم الواي، طبعا اللي هم بخصوا الجهاز. هلا شو ضل؟ بدي ارجع الهارد ديسك في مكانه واركب البرغي تبعه اللي هو بيجي البرغي المسلط. بعد هذا البرغي بكون ضايل علي بس البراغي اللي بيجوا من الاسفل. هلا باجي على الكفر هات، زي ما انتم شايفين بقعده زي هيك في مكانه، في له مجرى، بعديها بكبسه للاسفل. بس طبعا بدي اكون مسنتر كل الفيش زي هيك، بقعد هيك وهيك كبس في مكانه. هلا ضل عندي بس البراغي هدول، وبعديها بنجرب الجهاز وانتم معنا وبتشوفوا كيف صارت اموره 100%. ركب اول برغي، بركب الثاني اللي هو هاد، بس الزاوية شوي صعبة، خليني افرجيكم اياها. باجي بركب البرغي الثالث اللي هو البرغي الاخير، بس بحاول افرجيكم اياها بس شوي صعب المكان. وضل البرغي تبع الكفر العلوي اللي عند فيش الكاميرا اللي هو هاد. طبعا بدك تتاكد انه انت مركبه دغري عشان ما يغلبك ويشد معك بسهوله. هلا بعد ما ركبنا كل البراغي شو بنسوي؟ نيجي على الليبلات، نشيل اول ليبل بالملقط، طلعوا برجع في مكانه 100%، وبنركبه زي هيك. على الليبل الثاني من هاي الجهه او من هاي الجهه، وين ما بده، بده يركب هيك، بده يركب هيك، بنقعده زي ما بده. بنجيب هذا الليبل بنقعده هون، بنضغط عليه زي هيك. نيجي على ليبل الكفالة السفلي، نركبه في مكانه. نيجي على ليبل الكفالة العلوي، نركبه في مكانه. وهيك ركبنا كل الليبلات. خليكم معنا نغير التصوير ونفرجيكم تشغيل الجهاز بعد ما نعمل له صيانة كاملة. وهلا زي ما بسموها هاي لحظة الحقيقة، نشغل الجهاز. وهي ضوء ازرق، بما انه ضوء ازرق معناته اخذ الاتش دي ام اي. خلينا نشوف الصوره، خلينا نرفع شوي الكاميرا عشان تشوفوا معانا كيف اشتغل واخذ اشاره وكل اموره تمام. طبعا هو لانه انطفى غلط بده ياخذ شويه وقت، شايفين الازرق كيف بلمع. هلا المفروض تطلع الصوره قدامنا، نعطيه شويه وقت. شايفين كيف هاي اشتغل 100%، بس طبعا لانه بنطفى غلط بياخذ شوية وقت زيادة أول ما يشتغل عشان نطفي غلط، فبدك تنتبه لهي النقطة. هاي الجويستيك، الجويستيك قدامنا. طبعا لأنه نفك الهارد ديسك ورجع تركب، فطبيعي جدا يصير هذا الحكي لأنه الجهاز انفرط، لأنه انطفى غلط، كثير تفاصيل بتحتاج إنها ياخذ شوية وقت زيادة، فبدل ما ياخذ ثواني لحد ما يشتغل بياخذ تقريبا 30 ثانية عشان يعطيك صورة. هاي شعار البلاي ستيشن اشتغل والصورة 100%. هاي إذا بدي أحرك بالفيش ثابت، شايفين؟ هيني عم بحرك فيه يمين يسار فوق تحت ثابت. يعني هي مشكلته مش كسر، طبعا الصورة راحت لأنه هو بلش يشتغل مش لأنه في مشكلة. لانه انطفى غلط، هيك السيستم اشتغل 100%. انتر باسكود، خلص هيك احنا هيك بنكون خلصنا. ولا تنسونا من الدعم واللايك والشير، لا تنسونا من الدعم واللايك والشير، ويعطيكم العافيه والسلام عليكم.